محبوس بالبيت؟ خطأ. ليه ما بتقول أنا آمن في البيت؟ وهاي العزلة هي فرصة ذهبية لكل واحد فينا ولازم يستغلها بذكاء. يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تأكدوا تماما أنه هاي الأزمة في بعطينا الخير الكبير لنا جميعا، ومع نهاية كورونا رح يكون كل حدا فينا إما فائز أو خاسر، ما في خيار ثالث. حابب تكون فائز؟ خليك معي وركز منيح. نفسك تسافر أو تطلع برا البيت على الأقل؟ بتقدر، طبعا بتقدر، خليني خبرك. إذا ما بتقدر تسافر للخارج، سافر للداخل. سافر لداخل أعماقك واكتشف ذاتك. عمرك سألت حالك: مين أنا؟ شو بحب بالحياة؟ شو بكره؟ شو هي مواهبي وقدراتي وإمكانياتي؟ عمرك قعدت مع نفسك وحاورتها؟ هلأ صار فيك تسافر لمستقبلك المشرق من خلال رؤيتك وخططك لتقدر تحقق أحلامك وآمالك. تعرف على نقاط قوتك وضعفك. فمعرفة الذات ما بتجي بس عن طريق التقدم بالعمر واكتساب خبرة الحياة، لا، تجي كمان من تصالحك مع ذاتك ووعيك الكامل لكل حركة بتعمل. سافر بين طيات الكتب لأزمان بعيدة، اقرأ عن تاريخ وثقافات الشعوب، حلق بخيالك وانت عم تعيش أحداث الروايات والقصص المكتوبة بشغف، أبحر بأعماق المعرفة، انتقل بين ثنايا الكتب وقلب صفحاتهم لحين ما الدهر يقلب هالأيام الصعاب وزول الغمة، وننعم بحاضر جميل كله صحة وعافية بإذن الله. صدقني تقدر تعيش مع صفحات الكتب مو بس ساعة ولا يوم، رح تعيش أكثر من حياة وتكسب معرفة وخبرة قد سنين. سافر لقلوب أطفالك، العب معهم، اقضي أوقات ممتعة، عوضلهم الأيام اللي كنت تنشغل فيها عنهم أو ترجع متأخر وتلاقيهم نايمين. لعبوا شطرنج، لعبوا سلم وحية، ركبوا قطع الليجو وابنوا منها قصور وقلاع، رسموا على كل ورقة بدفتر الرسم، رسموا ذكريات ما بتنتسى، اعملوا لوحات تعبي حيطان القلب قبل حيطان الغرفة. لعبوا، ما توقفوا لعب لحتى الأولاد يتعبوا من الضحك، يناموا من السعادة وهن الناظرين بكرة ليقضوا معك وقت جديد. سافر إلى آيات الله المهجورة، امسح الغبار عن روحك وقلبك وإيمانك، جدد إيمانك بخالقك، نقي قلبك بذكر الله، ابحث عن السكينة بين طيات الكتاب العظيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ سافر عبر الشبكة العنكبوتية وتعلم مهارات جديدة كنت بتتمنى أنك تتعلمها لو كان عندك الوقت الكافي. تعلم استخدام برنامج جديد عن طريق الحاسوب، تعلم آلة موسيقية، تعلم لغة جديدة. في عدة منصات تعليمية وجامعات عريقة عم بتقدم دورات مجانية بمجالات مختلفة. تعلم أي شيء قبل ما يفوت الوقت، استغل وقتك الكبير. وأخيرا تذكر أنه المصائب والأزمات ظاهرها الشر، ولكن في باطنة الخير الكبير. وهلأ صار دورك أنك تكون الفائز وتحول المحنة إلى منحة. ضل بخير وخليك بالبيت.